أدلة لا يرقى إليها الشك. هذه هي خلاصة اليوم الأول من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. رغم فداحة الخسائر التي أوجبت تشكيلها والخسائر التي دفعها الفريق المطالب بتشكيلها، إلا أنها قدمت في يومها الأول عرضاً يثير الدهشة والإعجاب. فمن ملاحقة الوقت الحقيقي لوقوع الجريمة عبر ساعات يد كل من النائب علاء ترو والشهيد رفيق الحريري، وانعكاس ساعة ساحة النجم في زجاج سيارة الحريري، إلى كاميرات كثيرة غير الكاميرا الأشهر كاميرا HSBC، كاميرات كثيرة لاحقت الفان الذي فجر موكب الحريري، وكيف أنه انتظر الموكب لأكثر من ساعة. من المفاجآت الجديدة أن العبوة كانت إما 3.5 طن من TNT أو طنين من مادة RDX شديدة الانفجار، وليست مئات الكيلوغرامات كما كان شائعا. أيضا بدا لافتا غياب اتهام حزب الله عن لسان المدعي العام والقضاة، واقتصار الاتهام على الأفراد كما كانت المحكمة تعد دوما، ولم يكن هناك أي كلمة تسمح بالقول إنها مسيسة. وثبت أيضا بالأدلة القاطعة أن التفجير تم عبر سيارة الفان البيضاء وليس تحت الأرض، ولا عبر تفجير صاروخي من الجو أو غيرها من التضليلات التي شاعت في السنوات الفائتة. وتم التيقن من أن الفريق الذي نفذ الاغتيال لا يمكن أن يكون أحمد أبو عدس وحده، لأنها عملية استغرقت أشهرا وعشرات المتفرغين يوميا. وباتت طريقة استنتاج هويات أصحاب الأرقام الهاتفية أكثر وضوحا أمام اللبنانيين، وما كان واضحا أنهم شديدو الاحتراف، لكنهم أخطأوا في مكان ما فوصلوا الشبكات ببعضها ما سمح بالتعرف إليهم. لكن ما كان لافتا أكثر من غيره هو كيف حضر مناصرو حزب الله والعاملين في وحدته الفيسبوكية لهذا اليوم. وربما تكون هذه الصورة هي الأكثر تعبيراً، إذ جمعت المتهمين الخمسة ووصفتهم بأشرف الناس مع هاشتاغ سلمت أيديكم.